السلام عليكم اخوت، مرحبا بكم في هذا الفيديو. هذا الفيديو ماشي فاين، ماشي بودكاست، ما حتى حاجه من داك الشيء. كما شفتوا اعوام وسنوات، ماشي اعوام وسنوات زدت فيه، ولكن المهم كما شفتوا شحال حنا كنتقاتلوا باش نحاولوا مره ندير لكم شي فيديو كيضحك ولا شي حاجه، ولا غادي يخرجك من داك الشيء اللي انت فيه. داك الشيء بطبيعه الحال ماشي ساهل، وكنتقاتلوا باش ندير لكم شي حاجه مزيان. اولو هذه المره جننتكم نتوما باش غادي تعاونونا. المهم دابا كاينه واحد المسابقه ديال المارون ويب اورد، وكتكون المرحله الاولى ديالها فيها لي فوت. الا بغيتي تدوز المرحله الثانيه اللي كيكونوا فيها الاختيار الحكام، خاصك تكلاصا من الخمسه الاولى من الناحيه ديال لي فوت. وانا في الحقيقه ما شاركتش، ولكن كما كتعرفوا لي بودكاستور الاخرين المواد سميتهم، حنا ديما كنتعاونوا بعضياتنا اكثر من خوت واكثر من صحاب. داكشي علاش بغيت اي واحد كان غادي يقدر يصوت عليا انا يمشي يصوت على الدراري صحابي اللي مشاركين. هما في الحقيقه محتاجين لكم باش تعاونوهم. الحكام كيختاروا الخمسه الاولى بطبيعه الحال، الا كان ثلاثه ديال الدراري من الفرقه ديالنا ماشي بحال شي واحد. الا كانوا ثلاثه ديال الدراري صحابي مصنفين من الخمسه الاولى، راه غادي يكون عندنا حظوظ اكثر باش يربح واحد منهم. ولكن انا اكتشفت واحد الثغره، يمكن لك تبوطي عليها جوج ولا اكثر كاع. راه هاد القضيه هادي غادي نستغلوها. راه كنطلب منكم بطبيعه الحال الا بغيتو تدخلوا وتصوتوا عليهم وتلاشوا بهم، الطريقه هي المهم خوتي بزربه باش بلا ما نطول عليكم. هذا هو السيت marocweb.com، غادي تلقاو لي لين باش تفوطوا على الدراري في الديسكريبسيون. المهم لين غادي يدخلكم لهنايا، كما كتشوفوا هذا هو الكلاسمون اللي كاين حد الان. حافظ هو الاول، ادم هو الثاني، وانور طه. المهم حنا اللي عندنا بهم الغرض دابا هو يونس وشيري. هاد الجوج هادو باش يدوزوا المرحله الثانيه خاصهم نورمالمون يتكلاصاو ما بين الخمسه الاولى. الوغ حنا غادي نحاولوا نعاونوهم، وكما قلت لكم يمكن لكم تفوطيو على جوج في دقه. الوغ غادي تدخلوا تفوطيو على يونس، غدير كونيكتيفو، يعني شي حاجه سهله ماشي صعيبه. غتبرك على كونتينيو، من بعد غادي تبرك على فوتي مينتينو. ملي غادي تفوطي عليه غادي يقول لك فيليسيتاسيون، يمكن لك عاوتاني تفوطي على شريف. غادي تدخل عند شريف غادي دير فوتي مينتينو، وهكذا غادي تكون فوطيتي عليهم بجوج. وباش ما تقولوش سمحنا في ادم ولا شي حاجه، ادم كما كتشوفوا ديجا عنده بزاف ديال لي فوت، ما نخافوش عليه. الوغ الا قدرتوا تفوطيو عليه حتى هو تقدروا تفوطيو عليه. شكرا لكم بزاف، بيس.